بودي، ما هي الحلول التي ممكن أن تحدث للمشاكل التي تطرق إليها خطاف وبونوار في هذه الرياضات؟ أنا نظن الحلول أكيد تقدر تكون مثلا على مستوى الوزارة. كانت فيها واحد عندها تقريبا سنتين أو ثلاثة كانت فيها لجنة متابعة لرياضيين النخبة، نقولوا النخبة، ولكن نزيدوا نوسعوها لانتقاء المواهب. لو نقدروا نروحوا في هذه الأمور، لأنه الجزائر ليست فقط الولايات الكبرى، فيها ولايات نقدروا لو نتوغلوا في أعماق الجزائر أكيد نسيبوا رياضيين. أنا من الطرفة بين قوسين كنت نتحدث مع زميل قال لي في تمراست كاين واحد يجري ألعاب القوى في الماراثون يعني، ولكن واحد ما سمع به ممكن يلحق الأشبال أكابر يحبس لو ما يوجدش المتابعة. أنا نظن الحلول تقدر تكون، الاتحادات لازم تلعب دورها أيضا، لأنه الآن كنا في 2021 في ألعاب طوكيو ممكن فشلنا مع الكوفيد، شفنا ما كاش ميداليات، جميع بدا يطلق شويه الرياضه، ولكن الان شاهدوا على مستوى الدوله الجزائريه مع رئيس الجمهوريه كاين سياسه جديده لاجل النهوض بالرياضه. لو تكون فيه نتائج لما لا، ان شاء الله دوك نولوا طماعين بين قوسين، نطمعوا لميداليات اخرى، ممكن حتى اننا نفوتوا رقم القياسي اللي راهو في سيدني بخمس ميداليات، لما لا راح تكون ممكن ديكليك للرياضه الجزائريه حتى نعاودوا ننهضوا بها من جديد. انا نظن بلي كل شيء ممكن، ما راهيش بعيده، فقط لازم نوضعوا الشخص المناسب في المكان المناسب، تكون مراقبه للاموال. نعطيك مثال، انا نشاهدوا كاين عده فرق في البطوله في كره القدم مديناها لشركات، لما لا نفس الشيء ناخذوا رياضيين نخبه نمدوهم لشركات معينه تقوم على الاقل تاطيرهم وتمويلهم. بالضبط، نعم، باش كما يقولوا ما يسوفريوش في التحضيرات، في الايواء، في التنقل. يعني شاهدنا العديد من الرياضيين في ولايات داخليه، يعني ولايات اخرى خارج العاصمه او خارج وهران او خارج الولايات الساحليه التي تملك امكانيات، شفناهم يتنقلوا كل مره كل يوم، يعني يروحوا يكريوا يسلفوا حتى دراهم، يسلفوا دراهم باش يجي يقدر ياكل ويقدر ينطري. وعلى بالك باللي الرياضات هذه اللي نتكلموا عليها فيها وزن محدد، يعني لازم تراعي الوزن ديالك، تعرفي واش تاكلي، تعرفي واش تشربي. نعم، كيف كان كما يقولك الله، احنا ميم هنا اختي زينب والله كاملين في الجزائر، انا في العاصمه نعرف رياضيين مسكين اللي ينطريني عنده الدخ في داره، ما يقدرش مسكين يشري كل يوم طروش ديسكار بلا ياكلها في وسط خاوته، فهمني كيفاش؟ يشرب بوصات ايضا، هذه امور بديهيه، ما قدرش مسكين لا غالب مسكين يجي داخل وبليجي ياكل واش كلاو صحابو، دي فوا يقعد للشرب باش يدير ريجيم، ما ياكلش كذا، دي فوا يحشم. يعني لو نتحدث عن الميزانيه التي تخص الاكل فقط للرياضي الملاكمه في الشهر الواحد شحال تطلع له؟ شوفي كي يكون رياضي كما ما والله غير شحال، يعني بالتقريب باش نعرفوا شحال راه يصرف الرياضي هذا، شحال مستوى المستوى العالي ولا مستوى العالي ولا مستوى النخبه؟ مستوى النخبه، مستوى النخبوي، يعني نسموه مستوى النخبوي، راه عنده تيتر بالك مونديال ما عندوش، اما المستوى العالي راه عنده تيتر مونديال فما فوق. اذا كنا مستوى العالي يا اخي شو يعني باش نكونوا واقعيين، والله ثالث انا ميزانيه تاعو تفوق في السنه 3 مليار تحضير، يعني درت كل شيء معدل حسابات. نعم، اكيد في كل شيء ان تفوق 3 مليار في الشخص الواحد في سنتين، يعني في سنتين في السنه، في السنه الواحده 3 ملايير لرياضي واحد، يعني مش مبلغ كبير، يعني ماهوش مبلغ، لكن بالنسبه للملايير التي يتحدث عنها الكثير في مواقع التواصل الاجتماعي لا تساوي شيء، لا تساوي شيء اكيد ما تساوي شيء. احنا راه نضخموا هذا المبلغ وما على باليش كيفاش، نسمع على بلاش برك المسؤول كان يوضح اكثر للمشاهد مبلغ هذا كيف صرف ولمن راح فقط، لان هذاك المبلغ انا من حقهم اكيد للمستمع او المشاهد او المواطن الجزائري. الرياضيين من حقهم تبدلوا اي ميزانيه، يعني والرياضي بحد ذاته انه حق جزائري، يعني رياضي يمثل في الرياضه الوطنيه، يعني يلزمنا احنا كسلطات وك يعني كجزائريين نوفروا له الامكانيات باش يرفع، لان صراحه تجد صوره العلم الامريكي والعلم الصيني وفي وسطه يعني متوسطه العلم الجزائري، هذا شرف لنا وشرف للدوله الجزائريه، لان بالك ما نقدروش نمثلوا دولتنا في محافل اخرى، ممكن في اشياء اخرى، ولكن نقدروا نمثلوها رياضيه، وممكن ايضا كما نقولوا احنا ماشي يعني ترويج للدوله الجزائريه. نزيد لك هذه، اسمح اختي زينب، كاين دول بلا ما نذكروها لحقت حتى وينها تجنس رياضيين من اجل فقط رفع العالم، اكيد يعني وانت عندك رياضيين جزائريين. نعم، منها البلد فرنسا. والله غير اختي زينب، احنا ما رياضي انا ما يطلبش، كانوا يطلبوا رياضي يطلبوه واش نخلوه في خدمه الاس عنده خدمته باينه ولا ياكل مليح يشرب مليح وساكن لائق وتربصات كيما نهضروا على رياضي.
تي الله يرحمه كيما انسان كيما يكون مسكين كان انا نعرف رياضيين بدون خبا شوف غير الياس عبادي وكان يخدم انا نعرف مولاي كيمين واحد مسكين واحد يونتريني وفي الفريق الوطنيه كانوا في الفريق الوطني واحد يخدم ميكانيسي واحد كوردوني واحد يخدم فهمتني كيفاش مسكين تلقى ينوض الصباح ربي يونتريني ومن بعد يروح يخدم ومن بعد يخدم هذا الحمد لله رانا في وقت بارابول الوقت الحمد لله الدوله الجزائريه وصلت الامكانيات نشوفوا رياضيين كارير انت دوك حنا باش نديروا مشروع تاع رياضه اللي يقدروا يحاسبوا بها في الاولمبياد ولا ما عندنا لي كادي جمع رياضيات ولا ندو نقبوا الرياضيين نديرهم يا اخي نديرهم في سونتر ياكل يشرب تخدم على تعتقد توفر له الظروف باش يحط لائقه حبيت نوضح حاجه اخرى ايضا التدعيم مش ديما نخزر السلطات العليا للبلاد لا ما نخزرهاش هما فقط لان التدعيم ايضا ياتي من المجالس الشعبيه المنتخبه من طرف مديريه الشباب والرياضه اللي هي ملزمه انها تحضر ايضا الرياضيين تاع الولايه النخبويه في هذيك الولايه ملزمه تابعهم وملزمه تدعمهم اخي الرياضه الجزائريه انك رياضي بالك مش ناجح ما ندعموهش بصح ندعموا الرياضيين اللي بازين شويه باش على الاقل نحن ندعموا المنتخب الوطني بالرياضيين النخبويين والدولة الجزائرية أكيد راح توفر لهم كل شيء. تاك يكون عندك رياضيين في ولاية كما ولاية معينة. تبدأهم كما يقول لكم بينين. فهمني كيف؟ عندك أبطال جزائريين يكونوا بينين. إنسان هادو يا سيدي حطهم ديكادي ولا ديجيني تكون متابعة عليهم. متابعة كما يقول نخدم مشروع بطل كما يقول تبعوا أنكادي نديرها صوت فورماسيون يقرا يشرب نجبدوا عند خاطش علاش أنا نشوف والله غير كاين مولا كيمال في الأواسط والأشبال اللي غاديين فور شوفوا. الله مسكين تخلص شامبيون هكذا او كما كان البارح اخ مدرب الوطني هنا سي يحكي ما كانش ضرب بوصات مدرب الوطني اش يقول انا ما عنديش ضرب بوصات كيفاش كيما يكونش ضرب بوصات ما يكونش كذا ما كيفاش تستنى النتيجه تاع عند اسمه تديه يحل باش يدخل ستاج يحل باش كذا ما اناش فاهم كيما تكونش متعبه ما تقدرش تحسب لاطلات ولا ثلاثة هذا ما يلحق السينيور هكذا كبر لاطلات انا كيشوف لاطلات بالكادي جينيور سينيور كي نطلع سينيور تميزي عليه على بالك بلي انا طلعت اللي خادم كاع لي كاتيجوري ونلحق انت كي ما تخدموش كي يكون كادي كي يكون جينيور ما تكونش احتكاكات بين البطولة حنا العام اللي فات بطولة عالمية تاع في ارمانيا لي كادي غير حنا العرب اللي ما رحناش كي ما تكونش احتكاكات من هاد الملاكين انا كي ندي 6 7 يخرجوا بكون بطولة عالمية دورات دولية كذا تخير مولا كيمين يخرجك مولا كيمين الحمد لله احنا عندنا الماده الخام خرج مولا كيمين ولا رياضيين كذا من تماك اللي تقدر تحاسبهم تمازي عليهم في الالعاب الاولمبيه كما ميداليش في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله نعم صح بودي بالضبط هذا المامول لان الرياضه للاسف احنا نذكروها فقط في الالعاب الاولمبيه لما تكون هذيك 20 25 يوم دون تكلموا في بطوله العالم انا نظن الان تكلمنا على امور سلبيه ولكن فيها امور ايجابيه بدينا بها البرنامج ان شاء الله نركزوا على هذه النقاط لما لا انا متفائل باللي الرياضه الان ولات اكثر من مجرد لعبه فقط هي راهي الان عندها امور اكثر منها جيوستراتيجيه نتكلم على امور سياسيه يعني الان مجرد انك تحتضن اقتصاديه مجرد انك تحتضن فقط حدث عالمي شوفوا النتيجه فما بالك انك ترفع العلم وانك تفوز نظن باللي الرياضيين الجزائريين ان شاء الله حتى العدد لو نشوفوا له راسي والعدد اللي شاركنا به والعدد الميداليات اللي ان شاء الله نلحقوا له ديجا راهو يبين بلي لو نزيدوا تكون الدعم يكون اكيد ميداليات اكثر ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله ان شاء الله تكون ميداليات اكثر والبدايه بايمان خليف ثم جمال سجاتي وزملائه في العاب القوى كذلك نملك مصارعين في المصارعه الاغريقيه والحره ربما ان شاء الله يحرزون ميداليه قبل الحديث عن مواضيع أخرى تضامن الجزائريين بشدة مع إيمان خليف عبر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو يعني في الشارع تلقى يعني إيمان خليف وقتاش تلعب وقتاش شفنا كذلك لاعبي المنتخب الوطني يعني لاعبي المنتخب الوطني الجزائري مثل محرز سفيان فغولي إسماعيل بن ناصر يعني كان يمثل منظمة اليونيسف معها نعم بالضبط. نشاهد حمزة مدنا صور تضامن لاعبي المنتخب الوطني مثال نعم نبدا باسماعيل بن ناصر الذي تضامن مع ايمان خليف كانت جماعتهم الصوره في مع منظمه اليونيسف بالليل يوسف لاعب الترجي التونسي سفيان فغولي لاعب المنتخب الوطني السابق ايضا شفنا ايضا رامي بن سبعيني الذي دعم
إيمان خليف، كذلك رياض محرز لاعب المنتخب الوطني ولاعب الأهلي السعودي، قال نحن معك إيمان. شفنا كذلك عدة لاعبين من المنتخب الوطني أكدوا دعمهم للرياضية الجزائرية. يعني لما نشوفوا لاعبين هادو ما يأثروا يعني في 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 المتابعين ديالهم. أكيد نعم. أكيد يأثروا في المتابعين ديالهم ويبينوا أن إيمان أصبحت ما نقولش قضية رأي عام، ولكن كل جزائري تقاس قضية إنسانية، قضية إنسانية، كل جزائري عنده ضمير نعود نركز عليها، حس أنه الطفلة ظلمت وبنت الجزائر. لهذا ستين رياكسون نشوف اللي تشرف لاعبين، لأنه الآن موقع التواصل الاجتماعي عندها دور كبير. لما شاهدوا رياض محرز، شاهدوا فغولي، كل لاعبين اسماعيل البناصر اللي ذكرناهم الآن، نظن بلي حاجة يعني مشرفة. كل هاد اللاعبين كانوا لعبوا في دوريات أوروبية. بالضبط. والشيء اللي راه يحدث أنه الدور يعني بلدان أوروبية هي اللي أقامت هذه الحملة. يعني صوت يمكن مسموع بين قوسين. نعم صوت مسموع. صوت مسموع. نعم نشاهد كذلك صور تضامن عدة مشاهير جزائريين عبر ستوريات عبر حساباتهم في تطبيق الإنستغرام. شفنا العديد من المشاهير الذين دعموا إيمان خليف عبر حساباتهم. يعني قبل النظر إلى الصور، شفنا بلك إيمان خليف يعني حسابها يعني ماش تحسبوا لها ولا، ولكن نحن هكذا نستقصي الحدث أينما كان وكيفما كان. يعني الحساب عبر عبر الانستغرام صعد الى 1,000,000 متابع في غضون 48 ساعة. يعني قبل الاولمبياد كانت تملك 93,000 متابع في غضون، يعني وهي غائبة عن ما كانش تمسك الهاتف تاعها، ولكن لما دخلت لقات 1,000,000 متابع جديد. التعليقات إيجابية، نحن معك، نحن معك، نحن معك. يعني كيف سيكون شعور إيمان خليف بعد كل هذا الأمر أبو المنار؟ أكيد إيمان خليف كانت تفاجأت بال، ممكن أنا على حسب المعلومات الآن تفاجأت بالمليون مشاهد في ظرف أقل من 48 ساعة. يعني كانت شيء مشرف، شيء حافز ليها، لأن رياضي كان سابقا في عدد ما ممكن أقل ممكن ما كانتش تتوقع هذا العدد الهائل من المتضامنين المتعاطفين، خاصة منهم يعني أبطال عالميين وشخصيات بارزة على المستوى العالمي، كانوا يعني داروا التضامن تاعها على غرار اللاعبين الجزائريين المحترفين، على غرار رياض محرز يعني نجم عالمي، نجم ساطع على يعني في كل الدوريات الأوروبية، بعض الشخصيات وبعض الفنانين ايضا. انا شفت بعض التغريدات تاعهم في على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التويتر، اكيد ونجوم نعم. عالميين وايضا ابطال اولمبيين اللي كانوا ايضا ضامنوا معها. نعم. هذا الشيء حفزها وحفزنا احنا ايضا، الحمد لله. وما نقولوش احنا ديما ما نكونوش سلبيين، لاننا بعض كاين بعض المشاهير ايجابيين وعندهم الجرينتا يعني وعندهم عندهم كيما نقولوا احنا الميثاق الاولمبي وعندهم نعم. عندهم نعم.